نوال الزغبي تتعرض للخيانة، يورجو شلهوب بأقوى هجوم على الحكومة، ونسرين طافش ترد. أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بلبلة كبيرة في حديثها الأخير عن الخيانة، ونشرت نوال على حسابها الرسمي على تويتر تغريدة جاء فيها: الخيانة هي الجريمة التي يدفع ثمنها من لم يقترفوها. وطرحت هذه التغريدة تساؤلات عدة من قبل الجمهور عما إذا كان قصد نوال هو أن تلمح لحفل توزيع جوائز الميركس دور الذي أعلنت عدم مشاركتها به منذ أيام. أخاف من ظنوني تأخذني. وكانت نوال قد أعلنت مؤخراً عدم مشاركتها في الحفل بعد أن سألها الممثل الكوميدي إلياس منصور عما إذا كانت ستشارك في الحفل عبر حسابه الرسمي على تويتر، لتعيد نشر تغريدته وتكتب نو دون الكشف عن الأسباب. وأدت هذه التغريدة لطرح تساؤلات عدة عن سبب عدم مشاركتها في الحفل، خصوصاً وأنه كان من المتوقع أن تحصل على إحدى الجوائز. أنا وقلت من 5 سنين وقت أخذت الميراكس على قلبي ده، قلت لهم زبطوا هالبلد لأنه أولادي معهم باسبورات أجنبية وبحير اللحظة فيهم يسافروا. من جهة ثانية علق الممثل اللبناني يورجو شلهوب على موضوع تشكيل الحكومة عبر حسابه على إنستغرام قائلاً: بما أن الحكومة السابقة كانت مسابقة ملكة جمال مس لبنان، بما أن الحكومة الحالية مسابقة ملك جمال مستر لبنان، بما أنه صار معنا مس جنون، بما أنه مس عارفين الله وين حاططنا، بما أنه بلبنان الحق مس ع حدا، الحق على الطليان، بما أنه الفرنجي برنجي لنتمثل بهم. إيه الحمد لله، يعني الله مباركنا بالنجاح يعني، ونحن بنختار الأعمال الجيدة وصار في يعني. وتابع: بما أنه انتخبوا تشانشيلونا ملكة الأفلام الإباحية عضو في مجلس نواب، نستدعي على وجه السرعة ميا خليفة لا تترشح في الانتخابات المقبلة، بما أن زميلتكم بالتمثيل يا أعضاء هيك هيك العهر السياسي مكمل ونحن مكملين عجهنم، خلينا نروح مبسوطين على القليلة بأيار منعرف على أي رح نرسي، بركي منقلب الكرسي والكل يرسي عليها. بفتكر بهيدي المرحلة رح يشوفوا شيء جديد بشخصية ناجي لأنه تطورت الشخصية وصل. وختم بالقول: ملاحظة، مع العلم أنه ميا أشرف منكن كلكن، استغلت شهرتها لدعم لبنان اللي أنتو حلبتو صافي يا عواهر. جان بول سارتر لديه كتاب بعنوان لا بيوت ريسبكتيوز، لربما تفرق بين المهنة والأخلاق يا بلا أخلاق. وي مس ليفينج ا نورمال لايف، وي مس مستر دولار، ومس نلحس أصبعنا تلحسوا ما تدرسوا، ومس لبنان أعتذر من مس ميا خليفة، شملتك معن للضرورة أحكام. لأنك متغير علي. وعلى صعيد آخر، ردت الممثلة السورية نسرين طافش للمرة الأولى على منتقدي إطلالتها الأخيرة على السوشيال ميديا. وقالت نسرين في حديث مع إيتي بالعربي في حفل توزيع جوائز دير جاست في القاهرة: أنا حدا بحب الطبيعة والروقان والهدوء، فالسيشال كانت المكان المناسب إلي حتى أعيش هالتفاصيل اللي أنا بحبها، وكنت عم أعمل إعلان لأ أحد المنتجعات هناك. كل واحد إذا بده يصغر عقله ويلحق كل شغلة سلبية بيفقد طاقته، بالعكس أنا حسابي إذا بتفوتي لعندي بتلاقي فيه نشر وعي في إيجابية. وأضافت: الرياضة جزء لا يتجزأ في حياتي وما بوقفها أبداً حتى لو كنت بإجازة، لأنها مثل الأكل والشرب والهواء، والواحد إذا بده يصغر عقله ويلحق كل شغلة سلبية بيفقد طاقته، وإذا بتفوته لعندي بتلاقي
بيلاقوا في نشر وعي وإيجابية ومحبة ونشر معلومات صحية والطاقة، فخلينا كلنا ننشر إيجابية لأنه نحنا بحاجتها بهالوقت. كاتب ثوب الحرية مطرز حنون وطراح والكون.